مناسبة سانحة في تقييم هذه التجربة والنظر في سبل تطويرها بالعمل على تعزيز المكتسبات. عبد اللطيف الهدان رئيس المحكمة التجارية بطنجة، بمناسبة تنصيب رئيسا لهذه المحكمة أعبر عن اعتزازي بالثقة المولوية السامية واقتراح السادة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية شغلي لهذا المنصب، وأنا واعي كل الوعي بما هو ملقى على عاتقي من المسؤولية، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الظرفية التاريخية التي تمر بها بلادنا والتحديات الاقتصادية التي تعرفها منطقتنا منطقة شمال المغرب باعتبارها بوابة المغرب إلى أوروبا وبوابة أوروبا إلى إفريقيا، حيث أن المحكمة أو عمل المحاكم عموما يعد من بين أهم المعايير المعتمدة في تقييم جودة مناخ الأعمال التنموي والاقتصادي، إضافة إلى الدور الكلاسيكي القضائي. هذا الأمر يجعل على عاتقي مسؤولية كبيرة فيما يخص تدبير هذه المحكمة وتجويد الخدمات التي تقدمها وإعطاء الصورة الأمثل عن واقع القضاء المغربي حتى تتقوى تنافسيته وتزداد ثقة المستثمرين الأجانب في قضائنا ومؤسستنا. وشكرا.